نبدأ وقائع مؤتمرنا بكلمة الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي. تفضل يا كابتن محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده واضح؟ مش واضح؟ الصوت جاهز. في البداية انتوا اصحاب بيت، برحب بالكابتن موسيماني في النادي الاهلي العريق، واحب اقول ان احنا يعني تعبنا جدا. ده اوكي نظرا للظروف اللي مرينا بيها كنادي اهلي مع كابتن بايلر واللبس اللي حصل، فكان لابد ان احنا نتحرك بسرعه على اساس انه كان في توقع انه الراجل مش عايز يكمل، او بدا يوحي بانه مش هيكمل، بدات تصرفاته تقول ان هو مش هيكمل، وبالتالي احنا كنادي اهلي ما نقدرش ننتظر لما بعد قراره النهائي، خاصة ان التوقع انه كان بيمهد للرحيل. وبالتالي اجتمعنا مع المشرف العام على الكرة كابتن محمود الخطيب، وطلب مننا سرعة التحرك لوضع الحلول البديلة. طبعا انتوا عارفين كلكم يعني ان الوقت ضيق جدا، ايام وتبدا بطوله افريقيا الدور نصف النهائي، وبالتالي كان لابد من التحرك للحصول على مدرب مناسب لهذه المرحله. وبالتالي تم تجميع العشرات من السير الذاتيه للعشرات، سواء بمجهود اللجنة، سواء بمجهود مدير التعاقدات، سواء بمجهود المشرف العام على الكرة، سواء بمجهود الوكلاء، وبدأنا دراسة السير الذاتية لاختيار الأنسب منها لتولي تدريب النادي في هذه الفترة الحساسة جدا. لا أخفي سرا أنه كان في أسامي جيدة، وكان من اهم الشروط انه يكون جاهز للعمل فورا مع النادي الاهلي. ما نقدرش نستنى لبدايه موسم، او نستنى اسبوعين كمان او 10 ايام وبعدين المدرب يجي يدخل على طول على بطوله افريقيه. وبالتالي يعني حاولنا قدر الامكان ان احنا نستبق الزمن للحصول على المدرب المناسب في الفتره تمكنه من قراءه الموقف بسرعه وقياده الفريق في هذه المرحله. كان في مدربين اسامي كبيره من مدرسه هولنديه، من مدرسه المانيه، من مدرسه تشيكيه، من مدرسه الارجنتينيه، من مدرسه برازيليه. ايضا تطرقنا الى الحلول البديله اذا لم نوفق في الحصول على المدرب المناسب في هذه الفتره، من يقود الفريق في هذه المرحله؟ فبدأنا دراسة الموقف بالنسبة لأبنائنا المدربين المصريين اللي ممكن يتحملوا المسؤولية في هذا التوقيت. الحمد لله كان عندنا كل الحلول. أهم شرط أنه اللي يجي يكون فورا يتولى المسؤولية. فكان عندنا فورا دي حوالي 10. فورا يعني مجرد ما بنقول اسم النادي الأهلي بتدي لك موافقة على طول من مدربين كبار في العالم. يعني ما باخدش الموضوع منهم نص ساعة يدخل على الانترنت يشوف المعلومات عن النادي الاهلي يسأل يقول انا موافق، تيجي اول الشهر اول 10 يقول لك انا جاهز، وبالتالي بتدخل الامور المالية مع كابتن امير يتفاوض فيها. ولا اخفي سرا ايضا ان احنا وصلنا لاتفاقات شبه نهائية لعدد من المدربين، ولكن في النهاية حصرنا العدد في حوالي 5 أو 6 اسماء كان من بينهم موسيماني. لفت نظرنا انه شيء مهم جدا انك تجيب مدرب يكون فاهم
الدنيا ماشيه ازاي، يعرف يعني ايه بطوله افريقيه، يعرف يعني ايه نادي الاهلي، يعرف يعني ايه دور نصف نهائي. فالاسامي اللي هي تم غربلتها في النهايه بعيده عن هذه النقطه، ليس لديها اي خبره في البطوله الافريقيه او المشوار الافريقي او مع الانديه الافريقيه. وبالتالي بدانا نتوغل في السي في او السيره الذاتيه بتاع موسيماني. وجدنا الاتي: لاعب دولي سابق، مدرب ناشئين، اشتغل مساعد مع اكبر مدربين العالميين خاصة كارلوس ألبرتو بييرا في المدرب البرازيلي وغيره، مدربين ألمان وغيره في هولندا وغيره في بلجيكا. فاكتشفنا أنه هذا الشخص مدرب أفريقي بعقلية أوروبية، دارس كل كرة القدم في أوروبا، عشر مدربين، درس مدربين. كابتن شطة حتى في الاتحاد الأفريقي يتذكر أنه هو حضر دورات تدريبية، وكابتن شطة منحه شهادات تدريبية والاي والبي والسي وكل الشهادات المطلوبة. تاريخه كمدرب ناصع البياض، احنا عايزين مدرب افريقي عشان يجيب لنا بطولة افريقية. الراجل ده جاب بطولة افريقية، وصل كأس العالم للاندية. طب ايه بعد كأس العالم للاندية عشان نطلب؟ مفيش. وبالتالي بدأنا يعني لا، ده في حاجة جامدة هنا، افريقي. وايه المشكلة لما يكون افريقي؟ كرة القدم لا تعرف جنسية. في فرنسا أبطال العالم بتجد مدربين أجانب، في إنجلترا مدربين أجانب، في البرازيل مدربين أجانب. وبالتالي بدأنا نقتنع بالفكرة، هي جديدة ما حصلتش قبل كده إنه يكون في مصر مدرب أفريقي. وهذا ليس تقليل من المدربين المصريين، كان في أسامي ستاند باي جاهزة وقادرة على إنها تتحمل المسؤولية، لكن الوقت كان بالنسبة لها ضيق، بالإضافة إلى أنه بعضهم كان المرشحين كان مرتبط بعقود مع الأندية بتاعته. فالاتجاه كله خاصة بعد كابتن محمود عمل اتصال استفسار جس نبض، فوجد أنه الراجل مرحب بدرجة يعني ترحيب عالي جدا 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 يفوق التصور، قد يكون حلم. كان بيحلم ان هو يدرب النادي الاهلي. وبالتالي كابتن محمود بدا يمشي في الخطوط الرسميه، خد موافقته وقال له طيب انت مرتبط مع عقد يهمني جدا انه النادي بتاعك، رئيس النادي، مجلس الاداره يكون موافقين على انك تيجي وتعتذر وتيجي النادي الاهلي. احنا مش من الانديه اللي بتخطف مدربين من انديه ثانيه. وبالتالي كانت موافقه النادي شرط اساسي للتعاقد معه. حصل على الموافقه، كابتن خطيب كلم رئيس النادي، رئيس النادي اداله الموافقه، وبالتالي الموضوع تبلور وبدا يخش في مرحله التفاوض المادي. ما اعتقدش خدت وقت كتير من كابتن امير وكابتن موسيماني، اتفقوا بسرعة على الأمور المالية وبنود العقد وما إلى ذلك. وبالتالي يعني أعتقد أن احنا مقتنعين تماما بالفكرة، مؤمنين تماما بأنه ده الراجل المناسب لهذه المرحلة. وكمان أعتقد أن احنا محظوظين أن احنا نلاقي واحد في الشروط دي قبل المسابقة دي، مش هتلاقيها في أي مدرب في العالم. ما فيش اي مدرب حتى في مصر، ما فيش مدرب مصري خاض التجربه دي عشان نقول يعني نقدر ان احنا نديله هذه المسؤوليه. فتاريخه يعني مش هقول اجبرنا، ولكن اقنعنا ان هو ده الاختيار الامثل. وبالتالي دي كانت الحدوته اللي مشى فيها التفاوض خلال 10 ايام او خلال اسبوعين احنا في هذا المشوار. والحمد لله احنا يعني انهينا بالسرعه المطلوبه، والحمد لله ان هو جاء في التوقيت المناسب، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الفريق بقياده الجهاز كابتن سيد عبد الحفيظ، مع كابتن سامي امصان
المدرب المصري الأهلاوي الأمين، عينيه اللي هيشوف بيها في الفترة اللي جاية، وودانه اللي هيسمع بيها مع كابتن سيد. هو محتاج مساعدة طبعا عشان يعرفه، وإن كان هو ملم أيضا بفريق النادي الأهلي، كان لعبه قريب ودرسه، يعرف أسماء اللاعبين، يعرف شكل اللاعبين، يعرف شخصية اللاعبين، يعرف مستوى اللاعبين. فكل الأمور دي هتسهل له إن هو يبدأ ويضع بصماته سريعا، وإن شاء الله يكون موفق. لاحظت عليه حاجة، إنه يعني جاء الفجر أو الصبح بدري، اجتماعات مع رئيس النادي، مع المشرف على الكورة، مع لجنة التخطيط، مع اللاعبين، وفي الملعب. اتفاجئت بيه في الملعب امبارح. كل ده عمله في 24 ساعة وأقل من 24 ساعة، بينم عن انه الراجل عنده الحماس وعنده الاستعداد وعنده الرغبة الشديدة ان هو يشتغل. ونتمنى له ان شاء الله التوفيق، ولفريق النادي الأهلي التوفيق ان شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا.